الكتاب كان عباره عن خلاصة لعروض كان إشارة قديمة عن بعض الأساتذة في المدرسة العليا الأساتذة، أحد كنت مقلة في تدريس مادة فقهية، والكتاب كان يعتبر بمثابة خلاصة لنقاشات التي كانت أحيانا مهمة ومثيرة. سأحاول أن أكون موجزا فرصة الإخوة الآخرين هذا للحديث، فقط سأركز على مسألة أساسية وهي حول الحديث عن القيم. الواقع على مستوى السياق التاريخي، الحديث عن القيم ارتبط أساسا في لحظة تاريخية وهي ما بعد الحرب العالمية الثانية. بعد الحرب العالمية الثانية خصوصا في المجتمعات الأوروبية تم طرح سؤال أساسي، إذا كانت الحضارة الأوروبية رافضة مجموعة من التطورات منها الثورة الفرنسية مع نابليون وظهور أشكال التفكير الديمقراطي، لماذا في نهاية المطاف هذه المجتمعات دخلت في صراعة وحروب فيما بينها؟ أين يكمن الخلل؟ الأوروبيين طرحوا واحد السؤال حول أنفسهم من أجل القيام بعملية مقدسة، أين الخلل؟ فكان الجواب ترك حال من الفلسفة، وهنا دور الفلسفة راح جواب مع كيركيغارد في الدنمارك حينما اعتبر أن أكبر مشكل وأكبر خطأ ارتكبته الحضارة الأوروبية خلال الحرب العالمية الأولى والثانية هو تركيزها على الأشياء وإهمالها للإنسان. لقد أهملنا الإنسان. إذا هذا الإهمال للإنسان كان من نتائجه الطبيعية وحالة الحرب التي عاشتها أوروبا، والتي دفعت كثير من مفكريها وفلاسفتها للخروج بخلاصات أساسية أنه لا يمكننا أن نرقي مجتمعنا دون أن نركز نشاطنا التعليمي والطلبي والاجتماعي والسياسي والثقافي على الإنسان كقيمة لا تعوض، كقيمة لا تعوض. إذن في ختام هذا النقاش وهذا التركيز على الإنسان من ناحية التاريخية، ظهرت موجات فكرية منها النزعة الوجودية مع مارتن هايدغر وجون بول سارتر، وظهرت النزعة الشخصانية مع إيمانويل مونييه ويكون في فرنسا ركزوا في رؤية فلسفية على الإنسان كقيمة حضارية. وامتد احنا وصلنا موجة في الثمانينات مع المرحوم عبد العزيز الحضاري العديد من مفكرينا الذين درسوا في الجامعات الفرنسية خصوصا وتشبعوا بالفكر الإنسي الهيومانيزم بالفكر الإنسي. إذا موضوع القيم ليس موضوعا، إذا كنا اليوم نتحدث عن القيم هناك موجة تربوية حول القيم، فموضوع القيم هو موضوع قديم وليس موضوعا جديدا إلى خلاف سياق العالم. السؤال الثاني، لماذا نتحدث اليوم عن القيم؟ وانا صراحه حاولت من خلال المقاربه في موضوع الكتاب ان اجتهد قدر المستطاع في اضاءه بعض المشكلات حول الاسباب. نلاحظ في السنوات الاخيره اصبحنا نعيش موجات مد ايديولوجي وثقافي وفكري أفرز اتجاهين أساسيين في المجتمع. الاتجاه الأول هو اتجاه ينهل من نصوص أصلية، أخذ من التطرف والانغلاق منحاة القيم في مقابل الاتجاه الثاني، وهو اتجاه حداثي يؤمن بضرورة الانفتاح على القيم الحداثية، انفتاح على الإنسان في بعده الإنساني الكوني. إذا هذا التصادم هو ما سميته أنا بالتجاهل بين اتجاهين متعارضين من حيث قراءتهما للواقع ومن حيث تفسيرهما حتى للتراث. هذا الاتجاه وجد امتداده حتى داخل مؤسسات التطور لانه امتداد اساسي. ما نعيشه هو ان هذا العراق في التفسير الثقافي والفكري والايديولوجي الحاصل اجتماعيا وسياسيا اصبحنا نعيشه حتى داخل المدرسه نتاع بمنحى عن هذا التجاذب الحاصل. وهذا نلاحظه اليوم في كثير من الأحيان.
الكلام وهذه مسألة خطيرة جدا في حالات التوجيه وعدم ترك الفرصة للمتعلم لكي يختار ما يتناسب مع القيم. عدد الحصص هي تقريبا حصص إما تترتبط بمرجعية تراثية محضة أو حصص تترتبط بمرجعية حداثية بمطلق لا تؤمن بالخصوصية الثقافية والتاريخية المجتمع ويصبح المدرس بدوره بصيغة أو بأخرى يروج لهذا الخطاب. وأصبحت المعارك خارج أسوار المؤسسة أصبحت وهذا خطير جدا والكثير من ينتبه إليه أصبحت تحدث داخل فضاء مدرسي نفسي. هذا يدل على أن مدرستنا اليوم تعيش معيقات كثيرة ولديها ليس لديها آليات للتحصين الثقافي والتربوي. إذا هذا 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 هو مغزى فكرة ما سميته بالتجاذب. التجاذب معناه نقل هذا الصراع. إذا قلت الحديث عن القيم ارتبط بمركزية الإنسان كقيمة حضارية وهي التي نحاول نحن أن نستقيها من هذا التراث الفكري والفلسفي الذي تعرفه المجتمعات الأوروبية. ثم المسألة الثانية وراء هذا المد نحو القيم هو شيوع الثقافة الحقوقية. أصبح الجميع يرى بأن لديه حقوق وهي واسعة. وهذا شيوع الثقافة الحقوقية ولدت لدى الإنسان نوع شكل لديه تحرر من كل الخيول الفكرية والسياسية وبالتالي أصبح المطلب اليوم هو الحق. الحق في التعلم، الحق في التنظر، الحق في التعليم. إذن موضوع الحق أصبح موضوع الساعة. وبالتالي قلت أن هذه القيم وقيم الحق تنامت وتصاعدت وكان من الطبيعي أن تجعلنا نفكر في مسألة القيم وأن تطرح مسألة القيم في واجهة أساسية على مستوى التربوي وعلى مستوى الاجتماعي. إذا قلنا اليوم بشكل موجز بالوقوف عند حال المدرسة المغربية اليوم في علاقتنا بالحديث عن القيم. أول انطباع يمكن أن نخرج به هو أن مدرستنا اليوم هي معزولة عن السياق المجتمعي. شخصيا أنا أعتبر لا يمكن المدرسة لوحدها أن تتحمل ثقة المسألة القيمية أمام عدم قيام باقي مؤسسات نشئة اجتماعية بضوئها. ما ننساوش على أن القيام معناه هو النموذج. مثلا ما هو النموذج الذي نقدمه لمتعلمينا في الإعلام؟ النجاح لا يرتبط بالتعلم بل يرتبط بالغناء أو كرة القدم. النجاح ماشي التعلم لا نقدم لما وهذه أنا أعتبرها إشارة خاطئة وخطيرة لأنها تفرغ المدرسة بمحتوى لا التربوي ولا التعليمي ولا التكويني. هذا عامل أساسي. ثانيا في الحق السياسي هذا التذبذب وسيادة منطقة النفعية والمصلحية والتزيد الانتهازية. ماذا ما هي الصورة التي يقدمها المتعلم لكي يقتدي بالنموذج السياسي الموجود اليوم؟ بعيدا عن التعميم طبعا. إذا بطبيعة الحال هذه الصورة للفاعل السياسي تصبح تخلق تشويشا قيميا لدى المتعلم حيث أصبحت الانتهازية والوصولية هي ممر للنجاح وللوصول بدل قيم النزاهة التي تحاول المؤسسة المدرسية أن تكرسها إما في هياكلها التنظيمية وفي برامجها المدرسية أو حتى في الآليات البيداغوجية المصاحبة لعملية تكوين المتعلم. إذا هذا العطب اليوم الحاصل اجتماعيا على المستوى الاجتماعي العام يدعونا لكي نطرح السؤال واش المدرسة لوحدها هي التي ستتحمل إشكالية القيم؟ اليوم نحتاج ما نحتاج إليه إلى تعاقد اجتماعي بين مختلف مؤسسات. هذا الشيء طرحته في الكتاب. قلت بأن اليوم نحن في حاجة إلى عقد اجتماعي حول تحديد صورة الإنسان الذي نريده وأن على الجميع أن ينخرط لا إعلاميين ولا سياسيين من أجل أن نساهم في تكوين أجيال الغد. شنو عمل المدرسة؟ ثم من بين المسائل الأساسية التي نرى بأنها تشكل أعقاب على مستوى صورة القيم داخل المؤسسة وهي صورة المدرس نفسه. اليوم نلاحظ هناك تبخيص لصورة المدرس. أدور على المشاهد الحالة أستاذ. الأستاذ هو الذي يمتلكه أستاذ.
بينما الأستاذ كذا وعندنا كذا أستاذ وأستاذة باعتبارها داخل المجتمع، وهذه أيضا السواسية التي يحملها المجتمع أو أصبح يحملها المجتمع حول المدرس وحول صورة المدرس. ولهذا نلاحظ على أن هذه الأعقاب بطبيعة الحال اعتبر على أنها حائط أساسي أمام إمكانية تمثيل الخطاب حول القيم. ثم لا ننسى المسألة الرابعة التي تمثل بعض الأعقاب المرتبطة بالحديث عن المسألة القيمية، وهي استراتيجية التعلم المعتمدة اليوم. نلاحظ على أن النظام التربوي يركز على الآليات ولا يركز على الإنسان كمنتجع تكويني أساسي. اليوم صورة المدرسة هي تجهيزات والمرافق، وآخر ما نتكلم فيه هو المتعلم وهو الإنسان. يعني كيف يمكننا أن نتحدث عن ضرورة إدماج القيم والفعل القيمي أمام منظور هيكلي ينظر إلى الفضاء المدرسي كفضاء مادي وماشي فضاء بشري، فضاء بشري. أعتقد حتى لم يعني حتى لم لا يفهم من خطابنا هو فقط هو مجرد إطلاق الصورة السلبية حول واقع المدرسة، لأن الاختلال هو عنصر أساسي من أجل تجويد الفعل، أعتبر على أن المدرسة اليوم من أجل أن تحاول في مساهمتها في طبيعة القيم لابد لها من أن تركز على عناصر أساسية. وأشار أستاذ ما قبل لي بعض الإشارات التي وردت في الكتاب. الإشارة الأولى لابد أن تكون المدرسة ذات جد اعتقاص من أجل تقليص المسافة بين المتعلم وبين المدرسة. ثانيا لابد للمدرسة أن تكون وسيلة للارتقاء الاجتماعي. لا يمكن للمدرسة أن تكون لها وظيفة ودور محوري في المجتمع إذا كان التعلم لا يوصل إلى ما يتمناه المتعلم، لأن المدرسة تكون هي الوسيلة الممر الطبيعي الضروري للوصول الاجتماعي لإفراغ نخب داخل المجتمع. نشوف هنا النخب الرياضية أو الغنائية ممتاز مزيان، ولكن النخب تكشف المجتمع مستقبلا. ثالثا لا بد للمدرسة أن تقوم على آليات المشاركة والإنشاد. وهنا أظن وثيقة الحياة المدرسية 2008 تتجه في هذا المنحى نحو تشجيع الأندية الثقافية والطبقية والرياضية لتحسيس المتعلم بانتمائه للمدرسة، لأنه الاهتمام بالمدرسة كمكون أساسي من مكونات بناء المجتمع معناه بالضرورة هو ضمان مستقبل للمجتمع. لأن راه إذا ما فكرناش في الإنسان المتعلم داخل المدرسة نحن نرى المجتمع للمجهول. المدرسة هي أن تعلمنا حتى الاختلاف وكيفية الحوار، لأنه بالنسبة لجيل اليوم حينما ينقرض في أنشطة وغيرها ويتم الترغيب في مقارنية واختلاف، معنى ذلك أنه سيكبر هذا الاختلاف مستقبلا داخل المجتمع من أجل استمرارية المجتمع. وأختم بقول إيميل دركايت حينما يقول لا بد أن يكون المجتمع من أجل المدرسة، لا أن تكون المدرسة من أجل المجتمع. واستسمعي أعطاك المداخلة القيمة التي أبانت على أن المنتوج أو الكتاب القيم هو كتاب يستحق ألف قراءة، القراءة المتأنية الهادفة حتى يتبين لنا ما هو واجب علينا وما هو حق لنا. دائما في إطار التجاذب كلنا يعرف أن هناك تجاذب بين لغة الشارع ولغة المؤسسة التعليمية، إن لم أقل سلطة المؤسسة التي هي سلطة ناعمة والتي تعاني من صراع مريض مع سلطة الشارع. في إطار هذا الحوار هذا يجرنا للحديث عن المجتمع المدني، ما هو دوره، ما هي آلياته، ما هي تأثيراته الإيجابية والسلبية على المدرسة. معنا الأستاذ رضا الحضي، أستاذ فاعل جمعوي في عدة منظمات حقوقية وتربوية واجتماعية ووطنية ومحلية،
عضو لجنة الأرضية المشتركة لإعداد مذكرة حول المشاركة الديمقراطية للشباب في تدبير العام، عضو اللجنة الجهوية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، باحث مختص في قضايا الطفولة والشباب، له حاصل على ماستر في قانون الأعمال والمقاولات. سيحدثنا في مداخلة تحمل عنوان السلوك المدني مدخل لترسيخ قيم المواطنة للمؤسسات التعليمية. فتفضل شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نشارككم فقرة هذا اللقاء، وهي مناسبة لأشكر السي حسن المدير المؤسسة على المجهود التي تبذلها رفقة الطاقم التربوي والتعاون مع جمعية الآباء والأولياء التلاميذ للمساهمة في خدمة العمل التربوي ومنظومة المنظومة التعليمية. موضوع مداخلة ديالي سيتمحور حول السلوك المدني مدخل ترسيخ قيم المواطنة المؤسسة التعليمية من خلال الوقوف على العلاقة بينهما، والعلاقة بين السلوك المدني وسلوكية الأفراد والجماعات، وعلاقة السلوك المدني بالتربية على المواطنة. النقطة الثالثة سنحاول الوقوف حول دور المدرسة في ترسيخ السلوك المدني، وفي الأخير واقع الأمن المدرسي بالمؤسسة التعليمية وخروج بعض المخرجات واقتراحات عملية للعمل علاقة المجتمع دور المجتمع المدني وكذلك دور جمعية الآباء إلى غير ذلك. بداية المقصود بالسلوك المدني هو الفرق بين السلوك المدني والسلوك مفهوم السلوك المدني هو مؤلف بين لفظتين كما سبق الإشارة، والسلوك والمدني. فالسلوك هو كل فعل أو رد فعل نقوم به، وقد يكون الفعل واعي أو لا واعي، اختياري أو غير اختياري، عادي أو غير عادي، مقبول أو غير مقبول، دائما يرتبط بالفرد. أما ما هو مدني فهو يرتبط بالمجتمع من خلال واحد السلوك إنساني تؤثر خلفية ثقافية قيمة معينة للمجتمع. إما أنا نحاول بسطر ربما شوية الخطاب والمداخلة ديالي على مع مجموعة من التلاميذ باش تكون واحد الاستفادة شاملة لجميع الحضور الكريم. كما قلت أن المدني هو واحد علاقة مشتركة ما بين جميع الأفراد تنظم واحد قاعدة قانونية في إطار واحد القانون تنظم المجتمع، هذا هو المدني. والسلوك خلال هذه العملية هناك علاقة ما بين السلوك بين الأفراد وسلوكات المجتمع ومرتبطة بالتربية أساسا على المواطنة. فعلاقة السلوك من هنا، فعلاقة السلوك المدني بسلوكات الأفراد والجماعات خاصة لابد أن يكون واحد التفاعل اجتماعي، واحد التفاعل ما بين هذاك السلوك ديال الفرد والآثار ديالو داخل المجتمع، واش هو سلوك سليم أو غير سليم. وفي حالة إذا غير سليم هناك مخالفات قانونية إلى متابعات مخالفات إلى غير ذلك. فتجعل العملية مجموعة من الأشخاص في عملية متبادلة تجعل كل منهم معتمد على السلوك الآخر، وارتبط الأفراد المجتمع بعضهم ببعض ارتباطا عاطفيا واجتماعيا وثقافيا ومعنويا. وبخصوص علاقة السلوك المدني بالتربية على المواطنة، فالتربية على المواطنة غايتها الأساسية هو تكوين إنسان مواطن، تكوين شخصية قادرة على خدمة المجتمع، تكوين طفل أو تلميذ يساهم في حب الوطن والمحافظة على المحافظة عليه وخدمة المجتمع من خلال قيم ديمقراطية وقيم اجتماعية وقيم التسامح وقيم التضامن التي نأخذها داخل الأسرة وداخل المؤسسة التعليمية. فالإصلاح اليوم لا يمكن أن نتحمل مسؤولية للأسرة أو المدرسة ونتبادل التهم فيما بيننا، المسؤولية مشتركة. الطفل عند بين 6 أول مسؤولية 5 سنوات الأولى تتحمل فيها المسؤولية المدرسة هي اللي تصدع على الطفل. هذاك الطفل تسمى المؤسسة تتكون واحد الدور فهو مشكور أساسي على المجهودات تبذلوها، لأن تضحي واحد ضحية كبيرة وظل واحد زعزعة ربما تنعيشها اليوم، واحد المخاطر يعيشها المجتمع. هذه التضحية لا بد تخص تتأم مع القيم الوطنية ديالنا والقيم المجتمعية ديالنا والقيم الدينية ديالنا. ما يمكنش أن نبني واحد ثقافة آخر، لأن أخطر شيء في هذاك المجتمع هو الغزو الثقافي. تنشوفوا الثقافة الآخر، القشور ديال الثقافة الآخر، ولكن ما تنشوفوش الشهادات العلمية، الشهادات البحوث، ما تصنعوش واحد المواطن اللي قادر على خدمة الوطن ويكون واحد القيمة مضافة فيه. كذلك خاصنا يكون التنسيق بين المؤسسة والمدرسة
وكذلك وسائل الاعلام لانه اكبر تاثير في شخصيه الانسان. ربما تتفرجوا وسائل الاعلام ديالنا اللي هو الاعلام الرسمي ربما خاصو يكون لابد يعطي واحد بعد لتفصيل اشهارات رسائل قويه لتساهم في التكون وتتاثر في الشخصيه وتفسخ قيم المواطنه وقيم الانسانيه داخل المجتمع ديالنا. الهدف منه هو الحفاظ على الفضاء والعيش المشترك اللي هو المغرب اللي يجمعنا. فالمدرسه دور اساسي في ترسيخ السلوك المدني باعتبار كما قلت انه واحد فضاء للتربيه على المواطن، فضاء تنمارس فيه مجموعه من السلوكيات اللي هي الضوء المبيح للمجتمع ديالنا، فضاء اللي خاصو يصنع فيه الانسان انه واحد التلميذ يتشبث بقيم التوجه الديني الوطني لبلاده باحترام تام لرموزها وقيمها الحضاريه. اليوم حنا شفنا الاشكال اللي وقع في الساعه الاضافيه، هذيك خاصها دراسه سيسيولوجيه، لان خروج التلميذ بهذه الطريقه حنا كنا في حركة تلاميذية وكنا داخل الجمعيات ودخلنا داخل التلاميذ خارج المدارس العمومية، ولكن الشعار اللي طرحوا تطرح واحد المجموعة من الأسئلة اللي خاصة مسألة القيم ومسألة ديال السلوك التربوي داخل التلاميذ. أي خدمة نقدموا للتلاميذ؟ ما هو النتائج؟ واش عندنا واحد استراتيجيات؟ واش عندنا واحد التتبع؟ واش عندنا واحد التقييم؟ واش هي النتائج اللي وصلنا لها؟ أين الخلل؟ الخلل تشوف حتى الآباء مع احتراماتي بعض الاباء ماشي كاملين انهم تيساندوا التلاميذ ديالهم في هذا التظاهر هذا، ولكن باغي نكون واحد الحوار وتكون واحد النقاش وطني وتكون واحد الحوار واحد التواصل ونسمعوا بعضياتنا ونعرفوا واش كاين الاشكال فين الخلل ونقلبوا الحلول اللي هي منطقيه. ما هذه ربما تكون بعض المؤسسات تقوم بهذا الدور هذا للاسف. خاصنا لابد نتعاونوا كاملين باش نصنعوا واحد المواطن معتز بانتمائه لامته، مواطن مدرك بواجباته وحقوقه. اليوم تكون تهضر الحقوق كنا نهزو ليها كتاب كنا تحت الجوك ولكن تعجبنا الحال تهضر الحقوق ديالنا، ولكن ما تعجبناش الحال تهضر الواجبات ديالنا. قبل ما تنهضر الحقوق خاصنا نعرف واش انا شنو قدمت، واش انا الواجبات ديالي الحفاظ على المؤسسه، الحفاظ على احترام قانون البلاد، احترمت خدمه المجتمع ديالي، احترمت الاستاذ ديالي، ما خربت المؤسسه، ما ديت واحد السلوكات تضرب المجتمع، ما اديتش الصديق ديالي، ما درتش واحد السلوكيات اللي خارج عن السياق الطبيعي ديالها، تما تعال كنا نهضر الحقوق وجات معاك. فالتشبع اليوم خاص يكون واحد التشبع بقيم التسامح والتضامن والتشعيش للعيش في حياه واحد الحياه هي ديمقراطيه. فكما قلت انا المدرسه هي واحد المجتمع صغير تعتبر الورشه الحقيقيه التي يتمارس فيها المتعلم على الحياه الفوضى وعلى التعاون الاجتماعي. اليوم ربما نشوف حنايا خلينا الاستقلال ديالنا في 1956 قبل منا باربع سنوات 52 خلال الاستقلال الياباني، ونشوف قد كانوا استحضروا الجبهه اليابانيه، بلاد تعاني بالكوارث الطبيعيه، عدد السكان ديالها تتجاوز ازيد من 26 مليون نسمه، وبنات وبلاد اللي بنات المجتمع ديالها ولات قوه اقتصاديه مهمه اليوم في العالم بالقيم ديالها بالقيم. علاش؟ لان اول ما نتعلموا التلميذ داخل المؤسسه من الاول تسلس هو طريق هو ماده واحده طريق الى الاخلاق، ان المؤسسه تكون مدرسه للحياه، تتعلموا مثلا كيفاش يدير الاسعافات الاوليه، تعلموا كيفاش ينظف، كيفاش يقوم بالواجبات ديالو، كيفاش يرتب اموريه، تمارين يوم يجي يمارسوا التلميذ بيكون غدا واحد الشاب قادر يتحمل المسؤوليه وقادر يتحمل الوطن ديالو. التلميذ اللي تتعلم في هذه المؤسسات التواضع وروح الجماعه وتحمل المسؤوليه وزرع قيم العمل الجاد وحب الوطن. هذا الشيء كامل تنهضروا عليه ديال السلوكيات وديال السلوك المدني داخل المؤسسات وداخل المجتمع ما يمكنوش تنبني الا لابد من تتوفر واحد الامن المدرسي. راه نجي نشوفوا مثلا نخرج مع الوقيته ديال الخروج تاع المدرسه ونقوا بالسيارة ديالنا ونشوفوا ذاك المشهد، ربما شي فيلم مشهد يخلينا واحد الدراسات الطريقة الخروج طريقة للدخول، كأن الطفل أنه باغي يطرق هذه المؤسسة وباغي يخرج، ما كاينش واحد الحب، ما كاينش واحد التجاوب، ما كاينش واحد تيحس واحد الطمئنان داخل المؤسسة ديالو. كذلك حتى الأساتذة تلاحظ العوام تقوم بواحد الواجبات ديالهم واحد التضحية ديالهم، لأنه واحد الصراع يومي مع فئات تختلف، لأن المؤسسة التعليمية هو واحد فضاء مشترك تجمع الغني والفقير وكلنا بحال كنا نتساواو وكلنا نتمسكوا قسم واحد على أساس أننا إن شاء الله نصنعوا واحد جيل
لخدمه المستقبل. في الامن المدرسي اليوم تطرحنا واحد الاسئله كبيره اللي خاصنا واحد النقاش مفتوح وواحد النقاش وطني فيها، وخاص يكون فيه واحد المقاربه التشاركيه من نناقشوا اللي جينا نناقشوها مجموعه من النقاط. اقف على بعضها، جينا نناقشوا مساله العنف المدرسي، الظاهره ديال الصغر الجنسي والتحرش الجنسي، الانحلال الاخلاقي، ظاهره التدخين والتعاطي المخدرات مع التلاميذ. انا لا اعتقد ان اليوم تدخل واحد الاستاذ التعليمي بلا ما تكون كاع سميتها وقعد وقت استراحه البنات ولا تزنداروا تبين. واش هذا سلوك تربوي داخل المؤسسه التربويه؟ حنا كنا ربما فكره تنقهر، كنا تلبسوا شي تحسينه ولا تلبسوا شي لباس شو هذا، تمشيو عيطوا للاب ديالنا وتيجي الاب اللي تبغى تصلخ تربيو نصلخ. والاب تيساند الاستاذ ديالو، ماشي الاب تيجي ضد الاستاذ، تيساند الاستاذ لان الاستاذ تقدم واحد الخدمه تربويه اساسيه في تكوين شخصيه الطفل. بدنا نشوفوا التخرج في هذه المؤسسه التعليميه. ان التلميذ شارج من المؤسسات حدو الاستاذ تخرج تكون الفوضى، كاين الاستاذ تكون دابا انت خرج من المؤسسه تيرس البوله النهار في التدريس ولا تصبح على شي حاجه تحمل المسؤوليه الجهات المختصه او اللي تصرف المؤسسه ما كاينش بغض المؤسسه ما كاينش، مع العلم ان هو الولد راه هو اللي هذا الفعل. انتشار دائم من المأكولات والسجائر والحلويات في محاكم المؤسسه طريقه هي طريقه غير مؤطره، طريقه هي غير مراقبه، تنشوفوا بعض المسائل داخل المؤسسه التعليميه تساهم في تخريب الشخصيه ديال التلاميذ ديالنا. سوء التدبير وسائل التجهيزات المؤسسه التعليميه، ضعف المبادره والابداع والمشاركه. غاندي واحد القول ديال انتم الامر اللي تشاركوا فيه ولا يعني خاص نشارك التلاميذ تكون مجلس، حنا في كنا نربحوا كنا تنقراو تبين تكون شكون واحد مجلس التلميذ وتسمعوا التلميذ عن كل مؤسسه، تنديروا اجتماعات وتنشاركوا في البرنامج السنوي وتنشاركوا في انشطه الثقافيه. وربما هذه التجربه غادا فيها ربما متميزه بين مدارس المؤسسه النجاعي لانها فتح فضاء مشترك، فضاء متنوع، ودرت مجموعه من الانشطه الثقافيه والترفيهيه والبيئيه اللي تساهم في تكوين الشخصيه وتتماشى مع التحولات المجتمعيه ومع الاثار الرقميه. لان تشوفوا بعد توظيف مجموعه من الانشطه، توظيف مجموعه من الانشطه بوسائل التكنولوجيا الحديثه فهي جد مهمه، تتخلي ان المواد تتواكب تتحافظ على الاصل ديالك وتتواكب تحولات مجتمعيه. ضعف الاهتمام بالبيئه والنظافه المؤسسه التعليميه وجماليتها. هذه الاشكاليات كامله بعض منها ربما هناك كثير منها، ربما اللي خاصنا اليوم تكون عندنا واحد الدراسه تكون كل مؤسسه عندها واحد الاستراتيجيه وتفتح المؤسسه الجمعيه في المجتمع المدني، لان جمعيه المجتمع المدني هو الوسيط بين المؤسسه وبين الاسره وبين مؤسسه الدوله. المجتمع المدني اليوم خاص توفر واحد الجهيزات، توفر واحد الاليات للاشتغال ديالو، ويكون عنده واحد تكون جمعيات جاده وفاعله وجمعيات حامله مشروع مجتمعي. اليوم عندنا ازمه 160,000 جمعيه داخل المجتمع، ولكن شنو هو الانطباق، شنو هو التاثير ديال الجمعيات على السلوكيات؟ اننا نعتقد ان مجموعه من التراجعات على مستوى القيم، مجموعه من التراجعات على مستوى السلوكيات المدنيه، مجموعه من التراجعات على المستوى هذا تتحمل فيها كل مسؤوليه مشتركه، وما نقدرش نقول مسؤوليه نحو طرف اخر. نتحمل المسؤوليه كجمعيات، نتحمل المسؤوليه كسياسه استراتيجيه للدوله، لان اخطر شيء هو يكون القطاع التعليمي مسيس. لان القطاع التعليم خاص تزمن السياسه، تتمارس السياسه داخل التعليم، تنهزو تنقدوز 5 سنين ديالي، ولكن تنهرز الجين ديالي بواحد التجارب، تولي حنا في التجارب كنا المناهج والبرامج والتجارب والبرامج وكثر المناهج والمخططات والقوانين، الهدف غنوصلو ما تنوصلوش، تنبقاو في بلاصتي. الهدف اللي خاص يكون في المستقبل هو تنظيم الحملات التطوعيه لتحسين نظافه المؤسسه وجماليتها، الاهتمام بالنشيد الوطني والعمل الوطني، وضعيه في مكان بارز وتشجيع عند الضروره، ويكون قيمه الوطن، ان رموز الوطن احترام رموز الوطن، تاهيل البنيه التحتيه للمؤسسه التعليميه، اعاده نظافه المناهج التعليميه وجعلها تتجاوب مع التحولات المجتمعيه، تنظيم انشطه تربويه وثقافيه وصحيه لتوعيه التلاميذ وتقويه قدراتهم، تنظيم انشطه رياضيه، استخدام وسائل التكنولوجيا اثناء التدرس للتلاميذ، توظيف وسائل التكنولوجيا للتواصل مع الاباء. ربما كان بعض المؤسسات لما نشوف التوجه هذا كاين زيميل كاين واتساب الى غير ذلك يتواصلوا مع الاباء، الاباء تهم يتواصلوا يتبع الولد ديالو، المؤسسه تبدا شي سلوك شو هذا، لان مسؤوليه مشتركه، مسؤوليه مشتركه، ما يمكنش ان الاب تغلب على الامر ديالو، ما بقاش الحوار التواصل في الاسره، هذيك الطبله كنا دائما تنجلسوا فيها وتنجوب تنجوا مول العشاء، شنو درتي يا ولدي اليوم، شنو درتي بنتي اليوم، كذا كذا تكون التتبع
ما بقاش ولا كل واحد شاد البورطابل ديالو، كل واحد وضفنا الوسائل التكنولوجيه بطريقه سلبيه، ما مشيناش الفوائد الايجابيه ديالها. المسائل الاخرى عاوتاني جهاز المستعين بوسع الدرنسل ومعدل الاطفاء الى الحرائق الى غير ذلك، تنظيم اسابيع ثقافيه وتواصلي مع جميع المتدخلين بحال هذا اللقاء بحال اليوم، تخلي واحد الفرصه تنتواصلوا بيناتنا، تنتقاسموا التجارب بيناتنا، تنسمعوا المشاكل بعدنا، تنتعاونوا بعضياتنا، لان شي كامل لان تنشوف قدامنا واحد التلاميذ واحد فئه من المجتمع حنا ما غنبقاوش الكرسي ما غيدومش، ولكن كاين واحد الجي واحد الخلف اللي غدا هو اللي يجمع قدامنا اللي خاصو يكون واحد الخلف ان شاء الله احسن منا، وانا امل كبير فيهم ان شاء الله، لانهم هما الامل في هذا المستقبل، خاص يكون ان شاء الله يكون عندهم اهداف في حياتهم، يكون عندهم ان شاء الله القدره انهم يخدموا بلادهم، نتمنى نشوف مستقبل بلادنا احسن من بلادهم. تنظيم الانشطه الاجتماعيه والتضامنيه، علاش تنظيم الانشطه الاجتماعيه والتضامنيه داخل المؤسسه؟ لان تخلي روح التضامن، تخلي واحد روح ديال التعاون، واحد روح ديال التسامح، واحد روح ديال